بحيلا مكياج نحن عم نعمله لازم نكون مرطبين الوجه قبل وعاملين سكراب او تقشير للشفاف، وانا سبق وعملتهم. هلا رح نبلش دغري بالمات برايمر. من بعد ما طبقنا البرايمر ونطرناه لينشف رح نطبق الفاونديشن او كريم الاساس. لما اكون عم بعمل كونتورينج انا شخصيا ما بحب ابدا حط كريم اساس او فاونديشن سميك، لانه رح يصير في كتير مستحضرات على وجهي، ما بحب بين هيك مثل كانه في سمك على وجهي، فبفضل حط فاونديشن او كريم اساس ناعم وارجع كمان زيد اللي بدي زيده بالكونتورينج والهايلايت. رح نطبق الفاونديشن هلا وندمجه ببلندر او ببرش. طبقنا الفاونديشن وكرمال تعرفوا اي فاونديشن بيناسب لون بشرتكن، في خطأ شائع بالنسبة إلي بيتبعوا العالم واللي هو بيجربوا الفاونديشن على ايدهم من هون. انا شخصيا اذا بدي نقي فاونديشن بجرب الفاونديشن دايما على رقبتي تلما حطه ما يبين فرق بين وجهي ورقبتي، او فيي كمان اجربه على ايدي من هون. على ايدي من جوا عاده بتكون البشره رقيقه وتقريبا من لون الرقبه، فهيدي تب تبعوها وقولوا لي بخانه التعليقات اذا تبعتوها وشو كانت النتيجه. من بعد ما طبقنا الفاونديشن رح ناخذ بلندر رفيقتي ونطبطب على وجهنا كله لنشيل كل شيء فاونديشن زايد. وهلأ رح نبلش بمرحلة تانية واللي هي كونسيلر وهايلايت. ايه كونسيلر وهايلايت لأنه فينا نعمل بكل سهولة الهايلايت يا أما بالكونسيلر اللي بيكون أفتح من بشرتنا، يا أما بفاونديشن أفتح من بشرتنا، أو بباليت الهايلايت والكونتورينج العادية. أنا حطبق خفي العيوب وحطبقه كمان كهايلايت. هلأ حنبلش بالهايلايت. الهايلايت هو اللون الفاتح اللي بدنا نبرز فيه المناطق بوجهنا. كل اللي علينا نعمله هو انه نطلع بالمراية نشوف اي مناطق نحنا منحبها بوجهنا واي مناطق حابين نبرزها ومنطبق عليها اللون الفاتح اللي هو الهايلايت. شوفوا كيف انا رح طبق الهايلايت على دقني، على منخاري، على الجبين وتحت العين. بالنسبة للهايلايت تحت العين أنا لوجهي ما بحب نزل الزيح على الخد كتير، مثل ما شايفين رسمت زيح لتحت وعليته قبل الخد لأنه ما بدي أبرز خدوده، بالعكس بدي أصغره. طبقت الهايلايت تحت العين وعلى الدقن بشكل مثلث او بطريقه حاده نوعا ما لانه انا وجهي دائري وبدي اتخلص من هذا الشكل، فهالطريقه بتعطيني لوك مسحوب وبتنحف لي وجهي اكثر. لنطبق الكونتور كمان كل اللي علينا نعمله نطلع بالمرايه نشوف المناطق اللي بوجهنا اللي ما منحبها او اللي بدنا ننحفها او اللي بدنا نخفيها ونطبق الكونتور عليها. وشو ما كان فورموشكن الكونتورينج اللي عم بتتبعه بيمشي عليه، بس كمان بعتولي تعليق وانا اكيد رح كون عم ساعدكم. رح طبق الكونتورينج على كسرة الخد، على الدقن تنخفي دبل تشين، على المنخار لنصغره شوي، وعلى الجبين بهالطريقة، وكمان على الشفة من تحت لتبين مقلوبة أكتر. ليلي جبينه أكبر من جبيني منقدر نوصل الكونتورينج ببعضه وننزله. هل أنا إذا نزلته بما أنه وجهي دائري ببين وجهي مثل كأنه مكبوس، فأكيد ما بدنا هيدا الشي يصير، سو بس طبقته على الجوانب. وهلأ صار وقت الدمج، رح ناخد بلندر، هاي بلندر، وندمج الهايلايت أول شي.
وبإصبعنا رح ندمج الهايلايت اللي على الأنف. بدمج الكونتورينج رح أعطيكم النصيحة اللي وعدتكم فيها بأول فيديو، واللي هي نستعمل فاونديشن نحن عم ندمج الكونتورينج. ليه؟ لأنه الكونتورينج هو لون صعب ولون غامق، فنحن إذا طبقنا الفاونديشن على البلندر أو على البراش نحن وعم ندمجه بيطلع اللوك أخذ بعضه أكتر وما مبين كتير كأنه مزيح. حطيت كريم الأساس على إيدي وحأستعمل البلندر تأدمج كل الألوان الغامقة. بدمج الكونتور دايماً ندمج لفوق ولا مرة لتحت، لأن احنا هدفنا نخلق هالزيح الحاد بس نعمله بلندينج بطريقة حلوة. سو إذا نزلنا لتحت حتكون النتيجة مش مثل ما بدنا أبدا. ودايماً لما بدنا ندمج منطقة الدقن مننزل اللون الغامق لتحت، هيك منكون عم نخلق مثل ظل وبيختفي الدبلج. وكمان على الجبين دايماً مندمج لجوا بهالطريقة. هلأ بقى عنا الأنف. الأنف كتير 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 مرحلة دقيقة، وخاصة بالكونتورينج. سو أنا حأستعمل إصبعي لأنه أرفع وبستحكم فيه أكتر أنا وعم بدمج اللون الغامق. من بعد ما دمجنا كل شيء كريمي كونتورينج وكريمي هايلايت، هلأ رح نثبت الوجه كله بباودر من لون الوجه قبل ما ننتقل للباودر الخاصة بالكونتورينج أو البرونزر واللوس باودر. هلأ رح ننتقل للستيب اللي رح تبرز الوجه مظبوط، واللي هي الباودر كونتورينج. هلأ رح نبدأ باللوس باودر ورح نطبقها على المناطق اللي عملنا فيهم هايلايت. إذا لاحظتوا بالكريمي كونتورينج كل الخطوط اللي رسمتها كانت حادة وكانت لتحت. لتحت ليه؟ لأنه أنا وجهي دائري وكل هدفي أنه نحف وجهي مش كبره. إذا بدكن تكبروا وشكن، تب صغيرة لقلكن، إذا ما عندكن خطوط وعبالكن تبرزوا خدودكن أكتر، الخط اللي أنا رسمته بطريقة حادة لتحت أنتو ما بتعملوا هيك، بترسموه بطريقة لفوق، بتعلوه على الخد. بهالطريقة بتكونوا عم تحددوا الخد بالغامق وعم تحطوا هايلايت هون. من بعد ما ثبتنا كل شيء هايلايت عملناه وتركناه يعمل بيكينج، رح نثبت كل شيء كونتورينج عملناه بباودر خاصة بالكونتورينج، واللي هي كمان باودر غامقة فيكن تستعملوا حيلا شيد انتو بدكن اياه. وهلأ من بعد ما طبقنا الكونتورينج رح نبلش بالدمج. انتبهوا كتير منيح بدمج الكونتورينج، أولاً بدنا برش ما تكون كتير عريضة، ثانياً دايماً على الخد مندمج لفوق، على الدقن مندمج لتحت، وعلى الجبين مندمج لجوا. هلا من بعد ما دمجنا الكونتورينج رح نتخلص من كل شيء لوس باودر. وقبل ما نطبق البرونزر
لنخلي الوجه لونه يكون متجانس مع بعضه، رح ناخد هالبرش الفلافي اللي تخلصنا من اللوز باودر فيها وندمج الوجه ككل. والآن أخيراً وليس آخراً، وهلأ انتقلنا للبرونزر. نصيحة صغيرة مني، ما تستعملوا برونزر بلون البني المايل على البرتقالي، استعملوا البرونزر بلون البني الرقيق ويكون مات، وإذا حبيتوا تزيدوا لمعة عليه يكون عندكم برونزر خاص. من بعد ما طبقنا البرونزر راح نطبق البلاش والهايلايتر، بس البلاش كمان مش بطريقة دائرية لأنه أنا وجهي دائري وبدأ أتخلص من هيدا الشكل، فراح طبق البلاش بطريقة خط فوق البرونزر بشوي وفوق الهايلايتر، والهايلايتر كمان راح نطبقه على الدقن، على المنخار، على الجبين وعلى التم. من بعد ما حطينا البلاش في شيء ما عملته قبل رح اعمله هلا، واللي هو زيد شوي برونزر بيلمع على البرونزر اللي حطيته. هلا الهايلايتر، هيدا كان الكونتورينج لليوم، وهي هي الطريقة اللي أنا بتبعها لأعمل كونتورينج لوجهي. هي طريقة بتمشي على كل أشكال الوجوه، بس أكيد فيكن تعدلوها حسب ما أنتو بتحبوا إذا اتبعتوا هالطريقة، وكمان إذا عندكم طرق تانية اكتبوا لي إياها بخانة التعليقات وبنبقى منعمل فيديوز وتيتوريالز عنا. هلأ أنا رح كفي المكياج وفرجيكن اللوك كامل. يا حلوين، هيدا هو اللوك كامل. من بعد الكونتورينج والهايلايت فيكن تختاروا الميك اب اللي بدكن اياه. انا اخترت هول الالوان الترابية البرونزي اللي فيهم لمعة. اذا حبيتوا هيدا اللوك ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وشير، واكيد ما تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب وتفقسوا على الجرس تا كل ما ينزل فيديو تكونوا اول مين بيحضروا، وكمان اعملوا لنا لايك على فيسبوك وفولو على انستغرام. باي باي. إذا حبيتوا هيدا الفيديو وبدكن تحضروا بعد، فقسوا هون.